بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وطريق الثبوت هاي البعثة، هو المعجزة. شوي ريقاي ثبوت بعثة معجزة بچي ثابت دبي كأو پیغمبر خدا ناردويتي. أما شون بزاني أو پیغمبري خدا زاني ادعاكي چند قوريا كسيك بالله والله من خدا قسم لقالي دكا يان وحي بودنيري او احكامك امن ديلم خداني متعال نارديت ادعاك جرزور قوري بشي ثابت به والله الرقاي ثبوت بعثات معجزه. يا معجزه يعني شي ماخوذه من العجز المقابل للقدره. معجزه ماخوذه لرشي عجز، عجز يعني نتواني مقابل قدرته توامندي. وحقيقه الاعجاز اثبات العجز ثم استعير لاظهاره ثم أسند مجازا إلى ما هو سبب العجز وجعل اسما له فالتأويل النقل. حقيقة إعجاز يعني حق معنى حقيقية، كي لفظ إعجاز بوشي ولا أكراوة بمعنى شيء. إعجاز إثبات العجز حقيقة معنى شيء عاجز كردن ناتوان كردن خلق كردني عجز ناتواني. هذا يرزم بول أو حقيقة إعجاز بو معناه. بلان دواي استعيره بمجاز استعارك لو أمانة ورقلا لإظهاره بو إظهار عاجز. إعجاز يعني شي أشكرا كردني عجزي إنسانا كان خدا أشكرا دكا بو معجزية أشكرا دكا كأنقو عاجزا. بس إعجاز لأصل معنا إثبات العجزة خلق كردني عاجز، عاجز كردن. بلان لدواي معنا شي ظاهر كردني عاجز أوكا أشكرا بك أتو عاجز ناتواني أشكرا بك إعجاز بو معنى هيا أو جارك أنا. ثم جباشا كي عجزك أشكرا لك، كي عجزي منو تو أشكرا لك بقرآن خداواني متعال أشكرا لك وانا باري تعالى إظهاري لك أشكرا لك. بس معجز كي باري تعالى معجز بمعنى مظهر العاجز اللي بو بقرآن دلين معجزة. قرآن معجزة ما جاء قرآن إظهار كنن دي عجزة خداوني متعال يظهر كنن دي عجزة. بس معجزة بيتا خدا أديبو چي بوشتا دلن معجزة دلت. ثم أسند مجازا إلى ما هو سبب العجز دوائي بمجاز إعجاز نسبة دروا بولاي مايك وكو قرآن كالسبب سبب إظهار العجز. كلام سرحة في ملافة كالسبب إظهار عجزة. هل يرزم بول مجازا نسبة إلى السبب وكو بنى الأمير المدينة معجزة مثلا قرآن يعني عصي حضرة موسى عليه السلام خوانا معجزني بمعنى مظهر العجز مظهر كباري تعالى. بلا أوانا سببا بإظهار عجزك نسبة اسم فاعل بلدجات يبولاي فاعل حقيقي بدري نسبة دراء يبولاي سببك أو دروسك يشي تدان يوكو بنا الأمير والمدينة. وجعل اسما له دواي معجزة قردرا باسم له لبو أوشتي كالسبب ووسيلة إظهار عجزة بيكترى معجزة بو باسم لأن اسم فاعل نيا لأن وكو علمي لهاتوا فيش معنى شبو معجز ذات ما ثبت له الإعجاز. بلام ألانا كان معنى شيا خدي أو أمر خارق العادة كبار تعالى سدسي في غنبران ظاهري دك بو تصديق رسالتي وان بو تاسمك خاص إبيد أنا فيش معنى هر ذات ما ثبت له هر ذاتك كيبا. بس ألان بو تاسم لوصفية را نقل كراب لا اسميات جاءوا تيش تي نقل فالتأول النقلي تي معجزة تيش يا نقل نقل لوصف يضرب لي اسميا معمول لنا كلمة لوصف نقل وصف نقل تي كي بيودا شكا تي كي دلار دكار سفرعيتي تانيز بو تسكير دواء او تي بمجاز استعمال كراو بو فرعيتي اسميات بو وصفيات حتى تبزاني كوال اصل وصف بو دواء يردر او باسم وكو كافية الفية اوانا جهروان الصمادية اوانا. معجزة شيا وهي في العرف امر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. لا عرف دا معجزة كارك دا أمرك كأمر كاربي يان نبوني كار أمرك شتك خارق عادته عادت دا دريني مخالف عادته وأوجل كان مقرون بالتحدي مقرون بالطلب مبارزة وطلب معارزة ميدان مبارزة طلبي لقل عدم معارزة لقل ويكا هيتشيك لمخلوقات كان ناتوانن معارضه بكن بربركاني لقلب كن ومقابله بمثل بكن معارضه بكن مثلي انجام بدن هل يرزم بون او بيضلن معجزه تيجيشتن اجالبته بوختي امرون بونكوت فعلون
وإنما قال أمر ليتناول الفعل كانفجار الماء من بين الأصابع وعدمه كعدم إحراق النار. بويا فرمي أمر هم تهم شامل فعل بي أو معجزانك فعلا وكتي فعلك وكت جاربوني أولى بين أصابعي في غنبر عليه الصلاة والسلام أو أمر يعني فعل هروز الشام هروى وعدمه شامل عدم فعل بي أو معجزانك كعدم فعلا وكتي كعدم إحراق النار. وكل حقي حضرت إبراهيم دا أقر نيسوتان ديخو النسوتان دن فعل نيا أقر كتبه معجزة فعل خارق لعادث شامل أو معجزة ندى الله مكتى أمر أمر شامل عدم فعل جاء أوج أمرك لأموري دي مفهومك لمفاهيم على يرزنبون وتفعلون شو كتبه هذا أبوه بمعنى عام شامل ده الله مجا هو جوان ترى أمر ببي تكلف شامل أو معجزات جدي جدي قد بكن عادة بتشيد لنا عادة الله أو كاري كأكثرا غالبا باري تعالى لعالم هستي دا أنجامي دا بيدرن عادة سا عدران عادة الله جاريب وبوا كآقر بسوتيني أو بخنكيني كسا كألف باي عربي بزاني بتواني آياتك وكو قرآن بلي آيات يعني جملات سريهم بكا عادة الله وجاريب وايدي هل يرزم بون؟ إيه باشا يعني چه عادة الله وجاريب وايدي يعني غالبا باري تعالى لا نظم ونظامك لعالمي هستي دا داناوا غالبا ويا آقر دا سوتيني أو دخنكيني فلان شقو دبري جاء أدلين معجزة أمرك خارق عادة مخالف عادة غالبا آقر دا سوتين عادة الله وايا بلا أو جارة ناي سوتين أو جارة تشقو ناي بري أو جارة إنسان كان كألف باي عربي دزان ناتوانا جملاتي وكو قرآن بلين أو خاتشيا مخالف عادة هل يرزم بول جاء أو أموراني كمخالف عادة تباقى باندي كراون دلين چندن هاشاشن يان حوتن إرهاصة معجزة كخندمة لسدس النبي صادر دبي إرهاصش لسدس النبي صادر دبي بيشوى كبيرتا بيغنبر مقدمة كبو بيغنبراتي وكو تكلمي حضرت عيسى في المهد على نبي وأو إرهاصتك بيغنبري إما يبوها لوقت تولدك إذا كونجري كسرى شغبوه وبحري ساوه وشغبوه وأستيرا هل رجعون لأسمار ربو مالي حضرت آمين أو أنا أو إرهاصاتن إذي هل يرزم بول أو إرهاص معجزة أرجى كرامات كرامات أمرك خارق العادة باري تعالى لسدستي وليك إنسانك الصالح كي بدرجة ولاد جيش دوا صادر إيدك جاري إيدك أوش كرامات معونات أمرك خارق العادة باري تعالى لسدستي مؤمنك الصالح جاري إيدك كأو مؤمن صالح بدرجة ولاد نجيش دوا باري تعالى كارك خارق العادة لي صادك أبوي كدل خوشي بكبر رجاك يخويو أنا ومعوناتي في هذا الله هل يرزمون يككلا أمور خارق العادة استدراج أمرك خارق العادة بارك على سدستي فاسقك صادر إذا كبوي كبتر لفسقة كيدا روبش شكرا جاي فسقي انتخاب كردوا لكو أو كاراني كمرتازهين يا كان أنجامي ده يعني إنسان فاسق بناوي دلويش نيوجج ناكده بني كارك خارق العادة وأنا اللي صادر ده بمار دخوا ودوبشك دخوا زرق ليدا ده وني آخر شوشة دخوا وأنا يتشيل ناية أو استدراجي بيدلن. أجر سدستي إنسانك فاسق صادر بها. هل يرزم بول؟ ليه باشا؟ أو استدراجة. أو جالا كانت شيئا؟ يكي كتك جماوة توا. إيش شمش إهانات؟ إهانات شيئا؟ أو يكسا كمدعي نبوة بدرو متنبية درو دكا. إذا ادعي نبوة دكا باري تعالى أمرك خارق العادة سدسي صادر ذكاء بلان بمخالف لبو ادعائي هل يرزم بود؟ لكو أوي مسيلمي كذا دعين كنت في غنبران مثلا إنساني نابينا دستي بسر شاوي دادين شاوي چا دبيتا وديكو بينا مجوادك كبراكي عندنا شاوكي ساق بو شاوكي شوير بو دستي بسر شاوكي شوير كده دينا شاو ساقكشي شوير لك أو خارق العادة يدي بلام إهانتي تدا شكا خلافي يعني لو عقدت تصديق في ناوي بلكو تكذيب في ذاك ايش او الشاش حوتم دانا السحر بلام السحر راجح اوك امر خارق العادنيه امرك عاديه شنك مبتنيه لسر بعض اسبابك وكو تعليمي بعض اشتك كهركسك او تعليم وتعلم بك او تعليمات ابو زريني دتواني او كار انجام بدا اگر وابي خارق العادنيه بلام براكش بشي دادنين بخارق العادي دادنين جاء غير معجزة ششكاني تتبهم والتعريف معجزة خارج بكرين بويا دفرمي واحترز بقوله مقرون بالتحدي عن الكرامات
مستند بقول خوي كفرموي مقرون بالتحدي خوي فرز لشي كرامات كرامات بأمر خارق العادة بلام خو مقرون بتحدينين كواني ولي تحدي دكا تحدي ومبارزة تلبي دكا بله والله من پیغمبر ما کار انجوش که پیاون ون کار کیو کم انجام دادن تامش بار کن که انجو پیغمبر اون فلان خو اوی تی دانیه تحدی تی دانیه پس که ابو کرامت ل تعریف معجزه خارج بود او جواب قید عدم المعارضه عن السحر مصنف بقید عدم معارضه کتی ما عدم المعارضه خو پاراس ل چی ل سحر چکه سحر معارضه ای دکره جادوگر کارک انجام داده اوی کی جچه تعلیمات و آن دکه وان کارک یعنی لوی قیوترش لوانی انجام بده أجر واب السحرش تعريف معجزة خارج بقيد شيء مع عدم المعارضة. بل أمر راجع وين أو لهر أمر خارق للعادة هر خارق للعادة هر شامل السحر هر نعتوا تقيدك بيو السحر خارج بك. هل يرزم بود؟ جاءوا جارك أنا إرهاصش خارج دبي شو كان مقرون بتحدينيا. أو جارك أنا استدراج خارج دبي شو كان مقرون بتحدينيا. أو جارك أنا إهانة خارج دبي شو كخو إهانتش خارج دبي. چون که اوش تصدیق نبیه کی تصدیق متنبیه کی پی ناکره حالی ارزم بود اولا ایدی معونتش که دیار خارجه اوش مقرون به تحدی نیه جبوی تعریف جوانه که ابران امر قصد به اظهار صدق من ادعا النبوه على وفق دعوتی او جوانه او تعریف را کپی اکتره امر که خارق العاده باری تعالی قصدک بو امر اظهار صدق پیغمبره که ادعای نبوتی کردوه و موافقش لبو دعوتی او پیغمبره کارک موافق لبو دعوتی حتی اگه موافقی دعوتی و اجنبی معجزه پینال اینا مثلا کسک بله معجزه من اویه که مردوان زندو دکم او بله خلقی کنده که باشه مردو زندو بکو اوش بچه بارانه ببارینی یعنی عرضکی وشه گیلشین بکه خارق العاده بلا موافق دعوتي ويني او معجزه بي نال هل يرزم بود اول دي زور شاك اذا وهم ما امور خارق العاده تر خارج لك جكبر دله بوچي معجزه الا بس كابور معجزه ريغاي ثبوتي بعثت بمعجزه ثابت دبي شلون معجزه دلاله دكال سر بعثت معجزه لتش شي ويكوا دلاله دكال سر ويك صاحب معجزه كبيغمبري خداني متعالى دلي ووجه دلالتها على صدق دعوى الرسالة أنها عند التحقيق بمنزلة صريح التصديق وجه رقاي دلالة معجزة لصدق ادعي رسالة أويا معجزة لا وقت التحقيق لسال بكري ولا حقيقة دا بمنزلة شيئا بمنزلة أويا كبارت على صراحة تصديق أو إنسان كربي لإدعي رسالة دا. صراحة تصديق لك كاو پیغمبر ادلا امن پیغمبري خدام دلن باورت پيناكين دلاګه باورم پيناكن شو امن او كار انجام ددم همو خلای خربته و ناتوني انجام ميبدا دلن کافر مو بي كه اوج او كار انجام دده دي او صراحه خدا تصديق كرد كه بل راز دكا پس بو دلاله دكا رسالوي كب او مبعوث باري تعالى مرسل باري تعالى بو بمنزل الصريح تصديقا لما جرت به العاده من ان الله تعالى يخلق عقيبها العلم الضروري بالصدق لبر ما كي كجارب وبوي عادتي باري تعالى كشيا ماك اوج اوي باري تعالى خلق ذكا لدواي معجزه علمك بديهي بالصدق او انسانا ابا وقتك ام معجزه نشان ده باري تعالى لضري خلق ده علمك بديهي ضروري يعني علمك غير استدلالي اصلا علمك اضطراري لضري وان ده خلق ذكا او صادقه حتى كفارش او علم لضري وان ده خلق ده كوتشيا صادقه بل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فلان تسليمش ندهون عنادي عندك هل يرزم بون؟ اوايا البته هندك دلان علم الضرورية بلان هندك ترجيح عندهون اولا علمك نظرية وكل شرع عقايدة خندمان هدالا بابا او كارا كاري كسكا كادعاي رسالتي كردوا هر كسكش ادعاي رسالت بك وكاري ويرسد الصادر به بس كوابو رسولي باري تعالى يا اقروابي او رسولي خداني تبارك وتعالى لأن شرع قاعدة كذا أو توزيع ما عنده علم كذا بتاع علمي نظري طبعا ندرى نعم علمك يلا روري عادة الله واجاربها ببي عادة باري تعالى أجر أو معجزة كسك بيبينه بدو إذا باري تعالى علمك يلا روري لوجود إذا خلق ذاك كبر إنسان راز ذاك لإدعاء رسالة ده تيجي إيش ده بويا معجزة دلالة ذاك لسر بأساتك ذاك شيء ويا كمن يقول الدليل على أني رسول هذا الملكي إليكم أن يخالف هذا الملك عادته بأن يقوم عن سريره ثلاثا
و شيا بلى ويقعد ففعل فإنه يكون تصديقا له ويحصل به العلم الضروري بصدقه من غير ارتيابين. ضل مثالك وكوايا كسك بلى نشاني أويك دليل سرويك أمن فرستادي أو باشا صن باشا لو ولاتيا نفرق دي ضل أمن باشا أمن يناردوه خلقش دلن باورت پیناکن که پادشاه تو نارده بی اتون نونری پاشا بی دل بابا دلیل سروی که امن نونر و فرستادی او پاشا هم او یا که پاشا منی نارده بولینگو که او پادشاه یا مخالفه عادتی خویده که سا عادتی پاشا او یا که هیچگاه سی جار پشتی سری هم حل ناسته تا و لسر سری رکی خوی و لسر عرش رکی خوی دا بنشی عادتی وای بلان امن پیتان دلم او پاشای مخالفه عادتی خویده که هستی الان مخالفه عادتی خویده که شده که سی جاران هل دسته تا و دادمش او دلیلی منه که او منی ناردوه و پاشا جواب که که پیغمبر او که فرستاده پاشا او ادعای کرد پاشا جواب که سی جاران هستی و دانشی در حاله که پاشا هرگیز او کاری نکل و خلافی عادتی پاشای جواشا دلیل مخالفه عادتی خویده که بچی بوکه پاشا هل دسته اول سر سریری خوی سه جارانو دادنشه ففعل پاشاش او کاری بکه دی باشه او الان او دویته تصدیق له لبو او فرده او فسکوبو او کاری پاشا تأییدی او فرده دکه کبالی فرستاده منه ونی اخه دویته تصدیقی وحاصل دبید به بوکارا علمک ضروری بصدق او رسولا من غير ارتياب ببي وكيش شك وشبهه كي خلقي لا اشهد بالله رازك يا والله راز او فرز باشا توي نردو دنا باشا بو قد او كارينا كردو سجا هستي به ودانشي او اتكتب باشا او كاري الان دك باشا انجامي ده بديار اتو رسول يا باشا دي باشا معجزه لا قبيليه دي ولله المثل الاعلى ملك خداوني تبارك وتعالى يا او كاري سلسي پیغمبر ظاهر دك پیغمبر ظاهر پیغمبر خدا خلل بارو پيناكين در دلیل من او که خداوند تعالی او کاری انجام داده که هرگزش او کاری انجام نده و خلاف عادت الله است. چه کاری؟ والله اگر امن ناسوتین. ونیا مثلا دستی من دبیت سبب شفا. تگیشت مثلا با الف با جملاتک دلم که هیچ کس نتوانی نمونه بینه تا که او کلام خداوند تبارک کلام بشر نی. حالا ارزم بود نباش ایده او علمك الضروري اضطراري حاصل لك البته علمك الضروري عادي علمي عادي ها يقينك عادي ثابت به عاده او يقينا لضل انسان كان ده پیدا ده به لو انا كبر ولا اخبا احتمال هي فلان بي احتمال هي فلان بي طلع بابا احتمالات احتمالات عقلين احتمالات عقلي يقينيات عادي هلنا وشين تو او قاعده بارها تكرار ما كده يقينيات عادي باحتمالات عقلي هل ناوشين يقينك عادي ما نهي شيء قنديل نبو تزير يقينته الان يعني يقينته شكت دا نا والله دائما ضل والله احتمالها ببي تزير او يقينك تو هل وشا ضل نا والله بابا يقينك يقيني من يقينك عادية او احتمالي تو ضل فرزك عقليه يقينيات عادي بفرزيات عقلي هال نا ليرج يقينك عادي حاصل دبي ضل خلق دا نسبه بوكي او بيغمبري خدايا احتمالاتك تو ديلا او احتمالاتك لو بدوا ودي او احتمالات الزلل لو يقين عاديه نادا تجيشتن بويدله ولا يقدح فيه أي في دلالته على الصدق وحصول الجزم احتمال أن لا يكون ذلك الأمر من الله بل مستندا إلى مدعي الرسالة لخاصية فيه في نفسه أو بدنه أو للطلاع منه على خاصية في بعض أو للطلاع منه على خاصية في بعض الأجسام يتخذها ذريعة إلى ذلك أو يكون إلى آخر جبهة دارويندي دلیل زرر ناده فیهی زرر ناده ولت من ناده یعنی لواقع دوابلی آوا مقدمه چینی کی بوقیم بلن شرطی معجزه آواه که فعل خداوندی تبارک و تعالی بی شرطی معجزه آواه فعل باری تعالی بی بلام زررشی لی ناده احتمالات کلو بدوا و دی که بعض احتمالات کلو بدوا و بی که بلی احتمالیه که آو معجزه فعل خدا نبی آو احتمالات زرر لو معجزه یا ناده احتمالاتی عقلی حالا ارزم زرر به یقینیت عادی ناده فيه يعني لشيء ده في دلالته على الصدق لو ذا كمعجزة دلالة ذكر الصدق أو رسوله ولو ذا كجزم حاصل ده بسبب معجزة كان نسبة بحقانية الصدق ادعاء أو رسوله زرر لنادى احتمالاتك لو بدوا ودي شنو احتمالاتك احتمالي أو ككبر الله بابا ولا ذكر أو كارا
كرسل دستي أو پیغمبر أو مدعي صادر بول طرف خدا را نبو بلکو چيا بلکو كاري خودي مدعي رسالتك هر كاري خودي خويتي نك كاري خدا بو چون كاري خويتي لخاصية فيه چونك والله تايبت من ديا كيا فيه يعني في نفسي أو بدني لروحي ويدا تايبت من ديا كيا يان لبدني ويدا تايبت من ديا كيا لروح وبدن كاني تردانيا بويا أو دتواني أو كارانبك خلقي دي كاناتواني أو كارانبك بس فعلك فعلي خويتي يعني آخر تايبت من ديا لدى سي حضرت عيسى دا وكو كوري سلفي وانا وادلان مثلا والله كراسك حضرت يوسف كناردي شاي حضرت يعقوب يدروز بو تايبت من ديا كتدا بو ك او خيي كلنا في المسك كذا هيو يعني او خيي بدني يوسف ابو بعيس ويك شاوي حضرت يعقوب تايبت من دي كي تيدا بو دوان لمعجزه او انا درد شكو كاري خداني يا اخو هذا يرزم بو اوش بدني ودس حضرت عيسى سن تايبت من دي كي تيدا بو لاي مدنيه بو يا او كاري دكا من دسي وشفاء دسي من شفانيه كو فعل اخوتي فعل خدا نيه قالوا نبته معجزه ضرر احتمالها هيا والله عقل ضرب بالشات شاوي احتمالها بلام عادةً يقين حاصل ده بك أو كاري خدا يقينك عادي حاصل هو أو احتمالا أرز شيء نية يقين عادي كهلا وشين تبى هذا أرزن بود ها يان سروج دل لا بس القرآن هذا الله إيه مجدك لي وحي ما نبوبه ووحش ما نبوده بلام في غمرت تايبت من ديك لروحي ويدهبو أو وحي ديتواني بردازش شو كأما أو تايبت من دي أو سعته لروحي إما دانية فارسك هذا يرزم بون أو قلت عنا لأن المعجزة وأوانية أو احتمالك عقلي أو احتمالات هزاران احتمالات يواب خود دروز بك لك أو احتمالي بالله ولا احتمالي الشاخي أحد ببيت الزير كيف باورد بيدك كبر دل والله يقينك من هالنا وشات أو بخوان أبو تزير وني أخذ دلهم احتمالي دل باب احتمالي أبيخ ويقين عادي كبر احتمالات هالنا وشات تيجي إيشتن يعني مثلا أو لاطلاع منه يندكري او كاركاري خودي مدعي رسالتك بنك كاري باري تعالى بي بو او كاري كردوا ولا تشونك اطلاع هيا لطرف او بيغمبرارا او مدعيارا نصر خاصيتك لبعضك لأجسام دا كخلقي ديك نايزانا جا او ديجيري بزريعيك او خاصيته ديجيري بزريعيك الى ذلك بو او كار خارق العادة مثلا او دزاني لما انك دا خاتايبت من ديا كتي دا كأجر اعواء اشاري بو بكي شاق دا بي تایبت مندی کی وای اما او تایبت مندی نه زانین ونیا جاو دینی او تایبت مندی چونکه دی زانی مانګه کی پیش شخص دکا دکته زریعه وسیله بولای وک او کار خارق العاده دروز به خو پس کاری خدا نه بو کاری خودی شخصه کم حال ارزم بو وک مثلا درین اخر لا کتن اگر خاصیته کی کتن اگر مقابلی لقل مانگ بو پیدا بو کتانک لتلت دبی لوانه یک کسی نیزانی بید بلا من پیغمبرم بچه دادم پیغمبرم ولا من او کتانی او ببی ابزار و اوانه بو لتلت دکم چه دکل برابر مانگ در رای دگری اتوش نزانی اولا برابر مانگ در رای گیره حالا رای دایی دنیت پیش شایو تو کتانک او لتلت بو بو با کتا کتا وجود اجودا و اوانه نباش او کاری خویتی او کاری خدایانی متعالی خاصیت که بو او دیزانی امانه مانده زانی او استفاده ایلی کدو کلیه زری عبو او خارق العاده بو قرآن کش لوانه یوابه بو یدی مسیحایی لوانه یوابه بو دنگی حضرت داود لوانه یوابه بو فلان وانه عصای حضرت موسی لوانه یوابه تیگه ایشتن دارا احتمالتا یا برام احتمالتا یقین عاده که الله شهده یقین که عادی الله رو حاصل بو بو که او کار کاری باری تعالی او ويستوي تصديق او پیغمبره بك او صدقه كي يودر بخا يقينك عادي حاصل هو بو احتمالته الله وشيته يعني مثلا او يكون مستندا الى وضع فلكي لا يطلع عليه غيره يعني ذكري او يكون الاحتمال ان يكون يعني احتمال ان يكون او احتمالها كباب او كراء استنادي بول ولا يوضع موقعتك فلكي كغير او مدعي رسالته مطلعين يا بسريده بو يتوانيت او كارب او كرا سم با وضع موقعيتك افلاك قيدا دبي لو وضعيه تدا فلك اقل لو وضعيه تدا بي او كرا روددا جا او زاني ويتي لو وقت دا كفلك لو موقعيه تدا بي او كرا روددا خارق العاده ك استفاده لي دا كبل غير ينا زانيوا بس كابو بو يا كاري ظاهرا مثلا خارق العاده واوانه تيجي اشتن بس نابت معجزه اثباتي بعثتي بي بي ناب يعني مثلا او يكون من ملك او جن يعني ذكر احتمالي وهي بابا او كارا
بلا خارق العاده بلا خدا لسدستي او پیغمبر ظاهري نكرد وبلكو ملائكه كيان اجنيك او كاري انجم بدو ايمان نايبينين ولسدستي ظاهري لك او احتمالها هي ديونيا ين او يكون ابتداء عاده اراد الله اجراءها ين ذكر او كار بضي ظاهرا خارق العاده بلا ذكر دسبيكي عادتك تربي كخدا يسوتي اجرائك انا عاده الله تاء الانواب وكا اجر بسوتني تاء بلان للآن را عادة الله خداني من تعالى ويستويت عادته كتير داب مازن الدنيا دا أوش أوياك أجر نسو تاني أوجا أو نبو بخارق العادة بو بالشروعي عادته كتير يعني مثلا أو تكرر عادة لا تكون إلا في دهور متطاولة يعني ذكري أو تكرر عادة بي بلان عادتك فقد لزمان هاي درود ريش درود دا أصلا أوك أجر نسو تاني أوجيك كلا عادات باري تعالى بلان عادتك هر 5000 سال جارك بوده ده هر 5000 سال جارك او عادته بوده بده بيت عادي اخر عادته هيدي فقط اونده شو كه امي 5000 سال لو پشمان ندي و پيان ما بو كار خارق العاده انا خارق العاده نيه هر تكرار عادتك بلان او عادته لزمان هاي متطاول ده تكرار ده بيت او هر 5000 سال جارك بوده ده هر يرزم بو ده وقتي نابت خارق العاده كه ابو اثبات بعثتي بي نعم تيجي اشتن أو يكون مما يعارض يان أو جركني اعتراض ذكري ضربابة أو معجزات ضرب مع عدم المعارضة ضربابة خو ذكري أو كارا لو كارا نبكى بالبركاني لقال ذكري خلقي دتوان مثلا قرآن خلقي دتوان نمونيبين خلقي دتوان عصا حضرت موسى نمونيبين نوا لقدرتي خلقي دا يود دتوان إلا أنه كان متروك المعارضة لعدم بلوغه إلى من يقدر على المعارضة أو بلغه لكنه تركه لمانع كالخوف والاشتغال بما هو أهمه وني آخر إيه مثلا ذكري بابا ذكرى مقابلة لقلبك وخلق معارضة لقلبك بلا معارضة كترك كرا بو ترك كرا شنك نجيشت بو أو كارا نجيشت بو بجوي كسك كتواني معارضة خلقي إيواها يلسر الزمين بتواني مثل قرآن بيني بلان اوا نگیش تو بجوی وی که پیغمبر کاتو او ادعای کرد او قران کلام خدا او بشر نات و مقابله با مسلم کن بو یه معارضه نکرد و دناگه بجوی گیشت با او دیتانی معارضه بکن پس بو یه معارضه قران کنه کراو کسی و هر سر روی زوی که وک عصای حضرت مسابقه با اجدها بلان چون که بجوی وی نگیش تو بجوی او کسا بو یه دیتانی ها بلان چون که بجوی وی نگیش تو بو یه نکردوا یان مثلا او بلغه و یان بجوی وی گیشت تو بلان ني كردوا معارضي نا كردوا لبرماني عقلا ترسان كتو لا كابرا توانية ابو جال توانية تي مثل قرآن بيني بلان لا ترسان ني ناوا كتو تي اقاد بيه نم دم كجن مثلا يان بو يان ني كردوا لبر شكا مجبولي كاركي مهمتر ابو جال كتو تي بابا اما دا تواني مثل قرآن بيني بلان هزار كاري مهمتر هيدا شم اوان داكم دانا خودم تواني هزار كتب يكون قرآن دروز بكام بس اول معارضة كده كريه قالوا معجزة ثابت نابي معجزة ولولا شواء إثبات بعثة شبه نابي تجيشته يعني مثلا بلا ولا بويا نيكدوا كرة بابا إمام عمرش إمام عليش ديتواني كتبك القرآن درستي بك بلا بويا نيكد احتمالي وهي طماعي هبه قلتتي والله نايكان بويا كالثابت بي أو محمد پیغمبر دواء الدولة دا بنزريني منافع عقبهم فايدا بي أو أرخم مادة كان معارضين ناكن دانا دا شتواني مثلا هذا يرزن بو يعني مثلا يعني صحته معارضه شكرا ولا وانا كتبي لكم قران يعني نسيب زماني پیغمبر بلان دوای اصحاب پیغمبر وسر كتبوا الدوله وحكومه يعني بدز قلتوا حمو او اثر ان نابود كرنانش سر هل داو نانش اشكرا واحتمالاتها هي تصير يعني كسك معجزه حضرت موسى عصاكي كتبه باجدها بلان دوای حضرت موسى قدرتي پیدا كله بخوي واصحاب دار دسي اذا خاموش يعني كلون يعني شو انا اشكرا بمو لما تفدا خفان كدو فلان احتمالها سكوبونا بتاع معجزه اظهار صدقي او مدعي رسالتي في نعم تيجي اشتن يا مثلا احتمالها او الا يكون ذلك منه تعالى لغرض ذكربا بعد ضل اخر او معجزه بويك خدا ظاهري لك امر خارق العاده لبرخات في تصديق بيغمبرك بك تا اظهار صدقك بك اما ضل بابا ذكري خدا او كار خارق العاده انجام دا يبلان لبر هيش غرضك نبي اصلا لبر غرضي تصديق بيغمبرك بين لبر غرضك صلى بر غرز نبوه لانتفاء الغرض في افعاله شكرا سن كاري خدام على الباغراز نيم على ما هو المذهب كما ذهب اشاعره جهر اويا بني اخر فسكوا هو نبوه بمعجزات
بلا كارك خارق العاده بلا خدا انجامي دوا بلا نقله بروي تصديقي كازن كاري خدا لبر فلان وفساري نيه معلل باغرازني او جالك انا او يكون لغرض لكنه لا لغرض التصديقي ذكري بلا بلا او كان لخدا صادر بوا بلا خدا اني متعال بر غرزك او كارك دوا بلا غرزك تصديقي او پیغمبر نبوا اي لا لان يصدق مدعي الرساله يعني لان يصدق مدعي الرساله لبروانية كخداواني متعلبة وكارة تصديقي مدعي رسالة بك هذه لبرشية بل لثبوت غرض آخر بل قدك لي خدا كاركي أنجام دابي لبر خاطري غرزك تر وكوشي مثل أن يكون إجابة للدعوة أو معجزة لنبي آخر بسان دكري إجابي دعوة وليك بسان بلا عسى حضرت مسابو بإجدها خدا أنجامي دا كردي بإجدها بلا نقل بروي تصديقي حضرت موسى يبك حضرت موسى نعوذ بالله نعوذ بالله مثلا كسك أو كاري كردوا نعوذ بالله كاذبه لو ادعى هذا بلان خدا هاني متعالى او كان خارق العاده جاري كت شنك وليك لاشكال تا دعاي دك خدا او عصابك باجدا خدا اش دعاوي قبول كنا نقدر بروي تصديقي مسابقه مثلا تيجي اشتا يعني مثلا معجزه پیغمبر كي ترى او كساهات مثلا او قرانا پیغمبر كي ترى ناويتي او نفرج هاتوا او پیغمبر اخر زمان نعوذ بالله نعوذ بالله تو اعتراضاته اذا كبر كافر او اعتراضي دغري ظننا او قرانا بل خدا نردويتي بل كلام خدايا بل اثبات النبوه محمد بينا بو چونك دكري معجزه پیغمبر كتبي او دزيتي بناوي خو توالي كبو بس كابو او كاذب على ادعاء النبوه والرساله دا او قرانش بل خارق العاده بل كاري خداشا كلام خداشا بل اثبات بعثه النبوه او پیغمبر بينا تيجيش ده اولا الى غير ذلك من الاحتمالات ها بيدا برو احتمالاتي تر تيجيشتن مثلا ذكري بلا والله خدا او كار خارق العاده صادر كرسد سيو پیغمبر الله بر خاطر يوي كا خلقي توشي ابهام بك بو تا خلقي بچن يعني خدا او پیغمبر نيه درو دك بلا خدا معجزه كرسد سيو ظاهر كر بو لبر خاطر يوي كا لخلقي تيك بچ بلا پیغمبر حتى بچن اجتهاد بكن و تلاش بكن تا ثابت بكن پیغمبر نيه حتى الثواب يعني بقاتي مستحق الثواب احتمالاتي ولا مثل أن مثلا من الاحتمالات احتمالات مثل أن يكون إضلالا للخلق ذكر أصلا إضلال خلق به خدا كارك يكردوا خارق العادة كالسادس مدعي رسالة برا نقل بر تصديقي صلى الله عليه وسلم باري تعالى وكارك يكردوا كتا خلقي في قمراه بك خدا خلقي قمراه دك دل على ما هو المذهب من أن الله تعالى يضل من يشاء بفي مذهبي أشاعرة بك خداني متعال يضل من يشاء كسيميلي لسربي قمراهي لك خدا أول ده پیغمبر جنی عدرو دکه بلان خدا معجزه پیدا لبروی که خلقی باوری پی بینن باو دروزنه و توشی گمراهی ببن حالا ارزمون او احتمالاش هیا و تا کتمان خدا که گمراه دکه مطلق نیه خدا یهدی من یشع دوی بیانی کردو او کسی که رگای کفر و اوان الله بجیره خدا اوان گمراه دکه حالا ارزمون به هر حال کبره و اعتراض نده دل بابا لا یقدحو علتی لا یقدحو اوانه هیچیان لاتمنادا لما قولي معجزه ولا دلالتي معجزه صدق مدعي رسالته لاتمنادا لو ذاك جزم يقين حاصل لبي بسبب معجزه بسبب صدق ادعاي مدعي رسالتك بولت ميلنادا فان الاحتمالات والتجويزات العقليه لا تنافي العلوم القطعيه العاديه الضروريه شك احتمالات فرزيات عقلي منافين لقال علوم قطعي عادي ضروري بديهي او كتمان بابا ما فيش توضيح ما عنده فإن لما جرت به العادة من أن الله تعالى يخلق عقيبها العلم الضروري بالصدق أو يقينك عادية عادة الله واجربها أو يقين الله ضروري حاصل لك لذلك لدوي بنيني معجزة أو احتمالاتي احتمالات عقلي احتمالات عقلي منافي علوم قطعي ويقين عادي ضروري نين فنحن نقطع بحصول العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة من غير التفات إلى ما ذكر من الاحتمالات لا بالنفي ولا بالإثبات وبالإثبات لا بالنفي وبالإثبات إما يقين عادة قطع جزم يقين دينين بوكا قطع من هيا بوك علم يقين حاصل دبي بصدق مدعي رسالات لدواي الظهور أو معجزة ببي ويك التفات بكين بولاي أو احتمالات مذكورة نا نفيا بكين نا إثبات أصلا احتمالاتك هلا نظر ناقري كبراء احتمالاتي بسر ذهني داناي احتمالاتك هم هيا ها برامات بيلي لناكاتوا أما بصورة قطعي دزاني كبراء دانشمن دهاتوا
وقت القرآن ديوه يقينك ضروري للحاصل لضروري للحاصل بو كبل مدعي رسالتك كيك بيامر صلى الله عليه وسلم راستي كردوه رازدك أما قطع من بواهي إباشا ببيوه كالتفات بكين بولا احتمال بلا أو احتمالاتها هيا نيا ننفي دكين نإثباتي دكين حتى أجد إثباتي احتمالاتك أجبكين ديسان لتمل يقين عاديك نادا وكو مثال انقلابي شيوي قنديل بزير هو يقين عاديك تو هل ناوشيته وكنا ولا شيوك بار بزير ني هل يرزن بود؟ أول أول جوابك بو قشتي احتمالاتك أجد جوابك إجدادين وبود دانا دانا يعني أجد على أن الكلام فيما ثبت العجز عن معارضته وحصل الجزم بأنه خارق للعادة مع فرط الاهتمام من المتحدين بها وكونهم أحق بها إن أمكنت لكثرة اشتغالهم بما يناسب ذلك ولهذا كانت معجزة كل نبي من جنس ما غلب على أهل زمانه وتفاخروا به كالسحر في زمن موسى عليه السلام والموسيقى في زمن داود عليه السلام والفصاحة في زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل أنه متروك المعارضة أو جوابك بو تايبت بو أو كتي إمكاني هيا أو يكون مما يعارض إلا أنه كان أو بشا كتي بابا معارضة لقل دكري بلا معارضة كالنكرة لعدم بلوغه إلى من يقدر على المعارضة أو بلغه لكنه تركه لمانع أو جوابي أو بشدة ذاته دلين معه على يعني على وي أو جوابه ظلم احتمال عقلي يقين عادة كيف يلا وش توه بيج قالوا بابا ما بحسي شو ذاكين بحسي إيه ما اللي باري معجزة كدانية كشك وشبهة تدابي كأي احتمال هي معجزة بيان معجزة نبي بحسي إيه ما بحسي ما كثابتة عجز لمعارضة كي بس يويد كي كاركي وكثابتة بو خلكي كناتوان لمعارضة كي وحاصل بو جزم بو كخارق العادة أما بس أويدك إيه مع فرط الاهتمام لقلوك اهتمامك الزور هيا من المتحدين بها للايان أو كسانيك مبارزة طلبيان كراو وتحدي كراو بها بو معجزيا وكونهم أحق بها إن أمكنت وأوجركنا لقلوك أوان لا يقترن بو معجزيا أقر ممكن با أقر لا قدرتيان داهبا أوان لا يقترن بو لا يقترن شونك أوان زور مشغولا بكارهايا كمناسبة لقل أو معجزيا وانيا اوان لا يختربون كأو كاربكن مثلا قومي حضرت موسى قومي كحضرت موسى بوان ناردرا دي او قوما خو اوان زور زور مشغول بون بكارها كمناسبة لقال او كعصابة بيت اجديها ورسمان وشتان دا كده اجديها وفلان ووانا دي خو اوان لا يختربون كعصايوان بيت اجديها كحقيقي وزورش بيو مشغول بون حضرت موسى تحدي واني شكر خو بوانش مهم بو كأو تحدي جواب بدنوا ظلام نشي أنتواني ما باسي أودك هل يرزم بون باسي معجزي كخام ناكين خو باسي معجزي دكين كأو بستريها بي لو بسترى دا ظاهر ببي قومي عرب لبش هاتني في غنبرت أو هم أهميتين دا وبفصاحة وبلاغة أصلا ما يي افتخاري وان لدنيا دا فصاحة وبلاغة ينبو معلقات شعراء إخوان بديواري كعبة وهلا وصيبو كخلق أقصانوقات الدنيا كدين بو طوافي كعبة ببين شاكاري عربة كان دي في غنبر أي برد جيري سؤال هات لباب فصاحة دا كتبكي هنا كفصحاء عرب كفصاحة ما هي افتخاري وان بو بردي جيري سؤال كتيانقو فصاحتك ناقات فصاحتي أصلي قرآن أو فصاحتك ناقات فصاحة واني آخر زمني أوا مقدساتي واني بردي جيري سؤال كتيانقو رقاكة باطلة وبتانا خدانين قمرابونا انقو حالي ارزم بول يباشا كابرا دريب چند يعني بوي زور مهمة كبتواني أو پیغمبرا خنصاب كاتوا حتى مجبورة شو شري لقال كردي دباش خول نشار کردن آسانت لوا که پیغمبر در بکه مصادره بکه تحریمی بکه قصدی کشتنی بکه خولیو آسانت لوا بو بچه نمونه قرآن بینه ایدی خو ظاهرا دبی توانی بیان شو که بوانش آسانت لوا کتبه که قرآن بینن اوان لا یقتربون که قرآن دلین کتبه که قرآن بینن شو که زور مشغول بون بفصاحت و بلاغت و اوانا و اوجارکن لولا و حیثیت یوان چو تجیری سؤال مقدسات یوان چو تجیری سؤال پیغمبر فرموتی رجاین گو باطله دبي دفاع لمقدسات إخوان بك أو بتيك أوان حاضرون قرباني بو بدن ده هو شو بجيل السؤال لا لا هو ما هي افتخاري ما فصاحت بلاغتك أبو كي افتخاري عن بيدك إيه هو كلامك هنا ضربه بفصاحتي مناقطة أو أصلا أما بس أو بس تردك إن دين لو بس تردا إمكاني معارضة هي أجر هبا حتما دا ينكر نية بو ينكر دوا توانا هي معارضة نية ده هو احتمال والله والله با
بلالا دكراها با بلام چونك نگيش و بجوي كسا كتواني هبا بويا نيكر يان پي گيش بلام لترسان نيكر بابا لترسي چي كابرا حتى شو قصدي جياني پیغمبري كدو كبي كجي وني آخر لترسي چي ترسي لشوي بو ناولا نيتواني و بويا نيكر دو او احتمالات هم منتفيا تي گيشتن جوابي اول فرموي هر احتمالات زلالين لو لا الان ضلينا او احتمالها هرمية يدي بلاي ولا إمكاني هي معارضة بكري إمكاني معارضة كهرنية أصلاً هربويش أولي هذا هل برويت شنك إما باسي معجزيك دكين كبس لبسترك دا ظاهر ببي كسابيد بخلق عاجزة لمعارضة كي باسي معجزيك ناكين كلبسترك دا عاتبي كدكرا معارضة بكري دكرا معارضين أكري إما باسي معجزيك وهذا كين كأصلاً الصابت بوا زور بوان مهم بوا كمعارضة بكن زور مهم بوا بوان حياتي بوا كمعارضة بكن بلام نشيان توانيوا هل برويا معجزي هر پیغمبرك لجنس ما يك كغالب رسل أهل زماني وي وأهل زماني وي فخري بيدكن وكو السحر لزماني حضرت موسى دعوان فخريان بيدكن خو جي معجزة حضرت موسى لجنسي وي أبطا السحر نيا وكو شبهتي بس سحر هيا ما السحر نيا خو او جركنا موسيقى لزماني حضرت داود دارس خو اهميتي ان زور بموسيقى ددا بل بل معجزه كل جنسي وبباري تعالى دنگي كي بيدا بو سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير شي وكان لقلوي بجنب جوج دهات وتسبيحات عندك الطير طوال كان جنب جوج شي عندك التسبيحات وذكري عندك وني اخر باشا وتشاور الجنسيه اجا فصاحه لزماني في امر لك وبحث مال لك كما فلا يحتمل انهما تروك المعارضه او احتمالا نيه بلا ولا معارضه كذكرى بلام خلقي تركيان كل ترسان يان لبر طمعيان لبر محبات يان لبر اوك فلان اصلا معارضه ممكن نبود انا حتما ده انكر هذا يرزن بود جوانا يعني الدواقع او نكتين مثل نسيو جوانا ويعني ان اريد باحتمال هذه الامور احتمالها قبل ملاحظه البراهين فمسلم لكنها لا تنافي العلوم القطعيه دلهم بابا أكدت والله ولا احتمال هي معارضة ممكن ببلامنا كل بفلان وأنا أقل لبيش ملاحظة براهين ده بأو احتمالها هي أرو لا هي أو احتمالها لبيش ملاحظة أو براهين كأنه باس ما بقى أو بلام جاء منافين يلقى العلوم القطعي عادي أو احتمالاتها تجزئات عقلية وفرزيات عقلية يقين عادي كما نشوف أو بعد ملاحظتها فممنوع بلام قبله والله لدوي ملاحظة براهين احتمال هي معارضة ممكن ببلام لا ترسل معارضة نكرة وينا فلان دلنا والله بابا اما لدواي ظهور لدواي ملاحظه براهين باز دكين براهينك الزمينك هم لنظر دكين بس تلك پیغمبرك هات معجزه اظهار كت ونيا نشاندا او بس لنظر دكين جدرين بابا بس كوابو معارضك اجل امكاني هبا حتما دانكر نقبل تركيان دك اللي برخوف وطمع وفلان وانا حتما دانكر با توجوبه و بستری که پیغمبر کتی دا و معزز دار بوا بلام لو بسترش دا نه انتوانی و دیاره که معارضه که هر ممکن می اصلا حالی ارزم بود؟ زور چک الحمد لله رب العالم بله تکی داری قربان جا